بس قبل طبعا ما استقبل ضيفي خلينا نروح نقابل من خلال زوم صانعه المحتوى الاستاذ ايمان يحيى اللي هتكلمنا النهارده عن ترشيحات لاهم الكتب والروايات الاجتماعيه، خاصه وانه حقيقي في ناس بجد بتلاقي نفسها في الحكايات الاجتماعيه وفي الروايات الاجتماعيه تحديدا. اهلا بيك يا ايمان، والحقيقه انه الناس دايما بتميل لقرايه الروايات الاجتماعيه الخفيفه واللي دايما بيكون فيها قدر من الرومانسيه او حكايه اجتماعيه يتعلموا منها ويتأثروا بيها، إيه رأيك في الكلام ده؟ ده حقيقي، الناس بتلجأ للروايات أكتر من الكتب العادية علشان هي بتكون مشابهة لحياتهم أكتر. يعني كلنا عشنا في حياتنا قصة رومانسية أو عشنا حاجة اجتماعية بتحصل حوالينا مع جيراننا مع أصحابنا مع العيلة، فلما بنشوف ده مكتوب في رواية طبعا بأسلوب قصصي وبأسلوب أدبي آه يوصل المشاعر دي، بس إن إحنا بنشارك يعني حد تاني أو في حد تاني حاسس بحاجة إحنا مرينا بيها أو قادر يعبر عنها، فالناس بتميل للنوع ده من الروايات جدا يعني.